ريلاكسيشن، سكيليتال ماسل ريلاكسيشن. واي كلينيكالي، ليش كلش مهمه السكيليتال ماسل ريلاكسيشن كلينيكالي، خاصه بالاوبريشن ان كونجوكيشن وذ جنرال انستيزيا. ليش هي مهمه؟ مهمه عاده بالجنرال انستيزيا، فاسيليتيت انتوبيشن اوف ذا تريكيا. يعني المصل اذا كونتراكشن ما راح يصير انتوبيشن بالمريض اللي يدخل اندر جي اي. زين، فاسيليتيت ميكانيكال فنتيليشن، الفنتيليشن اللي بالريسبيراتوري سيستم. اذا ما اكو ريلاكسيشن بالمصل يصير فيري ديفيكلت. اوبتمايز سيرجيكال وركينج كونديشن، يساعد بالسيرجيكال كونديشن. زين، يعني surgical working condition. فإذا من الشغلات المهمة جدا very important think about the patient under general condition، اللي هي من ضمن اللي يعطوها من ال concentration مال general anesthesia اللي هي skeletal muscle relaxation. زين، ما هو الهستري مال skeletal muscle relaxant؟ قبل كانت القبائل أول ما اكتشفونه كيورير is common name for various plant extract alkaloid arrow. عادة هم شلون اكتشفوها؟ نبتة اللي هي من الكيورير اللي يعني شافوا انه من يحطوها يوضعوها بالتيوب، يسموها هالو بامبو تيوبس، من يحطوها بنهاية او بالتيوب ويصطادون بينه الانيمالز، يشوفون الانيمالز رأسا يصير عنده مثل باراليسيس، ولهذا انه يعني ما يصير بين عنده ريزيستنس فيصير سهل بالصيد. هاي اول قصه اكتشاف المصل ريلاكسانت. زين، فاذا بويزنز اورجينيتنج فروم سنترال اند ساوث امريكا. هذا الهستري، هذا ما مطلوب بس مجرد للعلم فقط، اشني الاوريجين مال هذه الفاميلي اوف ذيس ادراكس. زين، tubo curarin names because of packing in hollow bamboo tubes. زين، وهذا السورس ماله. زين، فإذا هذا مجرد للاطلاع. classification skeletal muscle relaxant تنقسم إلى قسمين اللي هي centrally acting والperipherally acting. الperipherally acting اللي هي drug acting at neuromuscular junction، والanother division اللي هو drugs directly acting on skeletal muscle. زين، dantrolene هذا بوحده، هذا جروب بوحده، بس اللي يشتغل اللي هو side of mechanism اللي حكينا عليه، أهم side of mechanism skeletal مصل ريلاكسنت اللي هو نيوروموسكولار جنكشن. عادة هذه الدراكس تنقسم إلى ديبولارايزنج بلوكرز، نون ديبولارايزنج بلوكرز، وعندنا الأذرز اللي هي بوشيلينيوم توكسين اللي هو البوتوكس. زين، أسيتايل كولين، أسيتايل كولين is a major neurohormonal transmitters are autonomic somatic and central nervous system all preganglionic sites both parasympathetic and sympathetic. هاي ال side of action، انتبهوا. نبدي شوية physiology بعدين ندخل pharmacology. skeletal muscles and CNS اللي هي cortex basal ganglion و spinal cord and other. parasympathetic stimulation acetylcholine release at neuro effector junction biological effect. هذه اللي يصير انه يصير stimulation parasympathetic وبعدين الأسيتايل كولين يصير بينه release ينطرح، قلنا بالكليفت اللي هو بكل محاضرة تنعاد حتى تعرفون الشغل وين يصير at neuro effector junction، وبعدين يصير biological effect بالsympathetic stimulation. هذا إذا صار parasympathetic. بالsympathetic noradrenaline at neuro effector junction وbiological effect. هاي عادة هاي مهمة حتى تفهمون الأسيتايل كولين شلون يشتغل ويصا بيشتغل. زين، الأسيتايل كولين هذا دايجرام، هذا السمباثيتك وهذا البارا سمباثيتك. السمباثيتك البريجانجليون فايبر شورت، الأسيتايل كولين والهاي النيكوتين
ريسبت نيكوتينيك ريسبتر وبعدين البوست جانجليون فايبر اللي هو نور ابينفرين الفا وبيتا. هذا الباراسمباثيتيك في جانجليونيك فايبر لونج عاده الاسيتيل كولين والنيكوتينيك ريسبتر وهاي البوست جانجليوتيك فايبرز ولهذا الاسيتيل كولين وبعدين المسكرين مسكرينيك ريسبتر. هذا الـ يعني مهمين هذول الدايجرام حتى تعرفون الدرجز وين يشتغل. نيوروموسكولار جنكشن، هاي النيوروموسكولار جنكشن هذا النيرف وهذا المصل. نيوروموسكولار جنكشن هذا الميتوكوندريا، هاي البيزلز وهاي الاسيتيل كولين اند وهاي بالاند بليت، يصير الشغل بالاند بليت بالمصل. هتشوفون هذا الدايجرام حتى تفهمون وين راح يصير الشغل. نيوروموسكولار جنكشن زين. فيسيولوجي اوف سكيليتال مسل، الموتر نيرف امبلس بعدين ريليز اوف اسيتيل كولين بعدين بايند وذ نيوروموسكولار ريسبتورز ات نيوروموسكولار جنكشن ديبولارايزنج اند ديفلوبمنت اوف اند بليت بوتنشال at motor end plate mainly due to influx of sodium اللي هي Na و muscle action potential contraction of skeletal muscle. هذا الاكشن الميكانيزم اوف اكشن البيسيال يعني الرئيسي حتى انتم تعرفون من طنطون دراجز اللي هو المصل السكيليتال مصل رياكشن تعرفون وين عم يشتغل زين. الاسيتال كولين is rapidly inactivated by كولينستريز، هاي يعني بعدين بعد ما يعمل الميكانيزم اوف اكشن rapidly inactivated يصير غير فعال by كولينستريز leading to repolarization. Muscle is ready for fresh nerve impulse. زين؟ periphery acting neuromuscular blockers. فاكو الديبولارايزنج بلوكرز mimic the action of acetylcholine agonist succinylcholine is the only drug used clinically. هذا الوحيد اللي يستعمل clinically. Non depolarizing interfere with the action of acetylcholine. Competitive blocker antagonism يعني يصيغ تنافسي على receptor antagonist further divided into short intermediate and long acting non depolarizing drugs. اعتقد هاي واضحه ومفهومه زين. depolarizing block succinyl alkaline choline have affinity and sub maximal intrinsic activity at a neuromuscular receptor. It's act on sodium channel open them يشتغل على الصوديوم كانال و open them and causes initial twitching and fasciculation. It does not dissociate rapidly. ما ينفصل أو بسرعة أو ينتهي from the receptor resulting in prolonged depolarizing and inactivation of sodium channels. أعتقد هاي مفهومي لأنها قبل شوي هم شرحت لكم بالعملي أنه مثلا الميكانيزم of action يعني كل دواء نبدأ بالنورمال ميكانيزم ماله وبعدين نشرح الدواء اللي الميكانيزم of action of the drug used for this يعني purpose أو لهذا يعني للمصل السكيليتال مصل ريلاكسنت زين. ميكانيزم of action succinyl كولين هتشوفون هوني النيكوتينيك أسيتيل كولين ريسبتر هتشوفون الصوديوم يدخل الصوديوم يدخل هاي الأسيتيل كولين أوتسايد الأسيتيل كولين هذا يعني هاي الإنسايد وهاي الأوتسايد هاي هوني كلوز نورمال أغونست أوبن نورمال هوني هتشوفون كانال بلوك وهاي open canal اللي هي depolarizing block زين. هذه mechanism of action هذه في فسلجة
هاي اللي ليش نقولكم بالبداية لازم تفهموها حتى تفهمون الدراكس. زين succinyl choline acts on the nicotinic receptors of the muscle, stimulate them and ultimately cause their relaxation. This process occur in two phase. هذه الميكانيزم اللي تصير during two phase. Phase one, during phase one, depolarizing phase, they cause muscular fasciculation. While they are depolarizing the muscle fiber. Then phase two, after significant depolarizing has occurred, phase two, desynthesized phase, set and the muscle is no longer response to acetylcholine release by the nerve ending. يعني أول هو الـ process occur in two phases على مرحلتين. أول مرحلة اللي هي الفيس 1 اللي تعمل مثل الفاسكوليشن اللي هي عبارة عن المثل يصير التريمر بالمصل اللي هي بالديبولاريزينج the muscle fiber زين. فإذا يصير مثل التريمر بعدين للفيس 2 after significant depolarization بعد ما يكتفي هذا الريسبتر has occurred phase 2 اللي هي desynthesized بعد هذا يعني الأسيتيل كولين أشقد ما تجي على الريسبتر set and muscle is no longer responsive بعد ما يستجيب له to acetyl choline released by the nerve ending. زين وهي مشروحة بالدياجرام. Phase 1 اللي هي member depolarizing resulting in an initial discharge that produced transient fasciculation followed by flaccid paralysis. هذا السكسينيل كولين يجي على الريسبتر الصوديوم يدخل ويصير depolarization أو depolarized. زين نيكوتينيك ريسبتر هذا نيورومسكولار جنكشن. هذا النيكوتينيك ريسبترز يجي السكسينيل كولين يصير contact with these receptors أش يصير تنفتح هاي الصوديوم channels ويصير depolarization. هاي الفيس 1 هذا الفيس 1. الفيس 2 membrane repolarize but receptor is desynthesized. يعني يعني إذا مستمر يجي بس الريسبتر اللي هو النيكوتينيك ريسبترز بعد يفقد desynthesized يعني يفقد التفاعل مع هذا الكيميكال كومبوزيشن أو الكيميكال ماتيريالز فأش يصير repolarized. هاي الفيس 1 والفيس 2 كلش مهمة حتى تفهمون الميكانيزم اوف اكشن يعني الدراجز يصير بينه أعيد attach to these receptors اللي هي النيكوتينيك ريسبترز ينتج انه الكانلز اللي هي الصوديوم كانلز از اوبن بعدين يصير من تصير اوبن يصير ريبولارايزد بعدين مستمر السكسينيل كولين يعني ريبوت الريسبترز از مستمر يجي على هذا الريسبترز بس بعد يعني ايش هو مثل يصير بينه ساتوريشن تشبع فبعد ما ينطي الاكشن اللي كان ينطينه بالفيس 1 ولهذا ايش يصير بالصوديوم شانلز ايش يصير بيها هتشوفون كلوز ويصير ريبولارايز هذا كلش مهم هاي الفيس 1 والفيس 2 كلش مهم. Succinyl choline advantage most commonly used for tracheal intubation. Rapid onset 1 to 2 minutes. أتشوفون ويصب most commonly used بالتراكيال intubation. Rapid onset 1 to 2 minutes. Good intubation condition. Relaxed jaw. Separated focal cord with immobility. No diaphragmatic movements. Short duration of action 5 to 10 minutes. Dose 1 to 1.5 milligram لكل كيلوغرام. Used as continuous infusion occasionally. زين. The disadvantage ماله cardiovascular unpredictable blood pressure. Heart rate and arrhythmias vasculation muscle pain increase intraocular pressure. Increase intracranial pressure. Hyperkalemia. و افلكس فروم ماسلز لايف ثريتنينج ان كارديا كارد
failure patient with diuretic extra. فإذا هاي الادفانتج والديس ادفانتج معلوم. زين. Non depolarizing drugs. هاي another type of the drug. Competitive blocker. قلنا يعمل من تقرون competitive يعني الريسبتر يصير عليه له تنافس. Competitive blockers having no interesting activity. يعني antagonist. يعني ما يصير عليه له تنافس فيصير بينه blocks. فما يصير الميكانيزم of action ما تتم بهذا الريسبترز. These are of three types based on three activity. Long acting اللي هي DTC مانكيورينيوم وبابكيورينيوم وكالينيوم كالامين كدني اكسكريشن. هذا يصير بالكدني يصير بهم اكسكريشن. الانترميديت اللي هي الوسط والشورت اكتنج اللي هي فيكيورينيوم وروكيورينيوم أتراكرونيوم اللي هي eliminated by the liver. هذا بالكدني هذا بالليفر. زين نحن من نقول كدني أو ليفر يعني هاي ليش تنذكر؟ من يعرف؟ سؤال. مثلا نقول eliminated by kidney أو kidney excretion أو eliminated by liver. أش تعني هاي؟ أش تعني هذه؟ وهاي short acting ميفاكيورينيوم أو روبكا كيورينيوم هي inactivated by بلازما كونستريز. أش تعني هذول؟ أش يعنون الكيدني وال eliminated by liver وال inactivated by بلازما دكتورة؟ هاي حسب يعني الديوريشن مالتها. يعني كل ما زاد الديوريشن يعني إحنا سابقا من فهمتينا إنه اللي يصير بينه ميتابولايز بالبلازما هذا الديوريشن ماله قصير. واللي يصير بالليفر يعني شوية أطول منه وهكذا. لا أنت ما هكذا أشون إذا هاي تنذكر for this reason. لا يعني أش يقلكي أنت من هذه تمتلكين هاي المعلومة تعرفين أنه المريض اللي عنده مثلا kidney disease هذا الدواء يصيغ له هذا إذا عنده kidney disease أو إذا عنده liver disease يصير عنده هذا الدواء الانترميديت؟ ما يصير. ليش؟ لأنه راح يعني الإكسكريشن مال هذا الدواء هوني أو الإكسكريشن مال اللونج أكتينج بالكدني. فإذا الإكسكريشن هوني وعدك ديفكت مثلا كمثال فور إكزامبل بالكدني هذا ما راح يصير بينه إكسكريشن. زي ما راح يصير بينه إكسكريشن أش يصير بينه؟ أش يصير بينه؟ إذا يبقى بالجفن يعني؟ عافية. بالضبط بالضبط. فأنت المريض اللي عنده مثلا كيدني ديزيز هذا اللونج أكتين ما يصير له. اللي عنده ليفر ديزيز هذا الانترميديت ما يصير له. زين وكذلك الشورت أكتين. فأنت من تعرفين ويصب يصير بينه إكسكريشن أنت المريض اللي يعاني من الكيدني هذا ما يصير تنطينه. لأنه أكو يصير راح يصير ما يصير له إكسكريشن راح يبقى بالجسم ما يصير له إكسكريشن. ومن يبقى يصير توكسيك ماتيريالز من يخلص الميكانيزم اوف اكشن. اذا ما صار بينه اليمينيشن راح ممكن يعمل توكسيسيتي. زين لان انت مستمره على تاخذينه مثلا انا اخذتي كورس اسبوع او خمس ايام او ثلاث ايام انت مستمر اذا ما يصير بينه اكسكريشن انت اشون راح يبقى بالجسم الكونسنتريشن ماله يعلى بالجسم ومن يعلى ممكن يصير توكسيسيتي. مفهوم ليش تنذكر كيدني اكسكريشن واليمينيتد باي ذا ليفر وان اكتيفيتد باي بلازما كولينستريز لهذا السبب. زين ميكانيزم اوف اكشن هذه دايجرام فور ذس اكسبلينيشن اللي هي نون ديبولارايزنج بلوك ان هاي قلنا بس انه انتم تاخذون تصور اللي هي عن الميكانيزم اوف اكشن اللي هي نون ديبولارايزنج بلوك. هذا من يصيغ بلوك هوني ما راح ينفرز ما يصير ريليز بالترانسميتر. زين ولذلك ايش يصير المصل ريلاكسنت. زين ميكانيزم اوف اكشن they have affinity but no intrinsic activity for nicotinic receptor antagonism. يعني هو يجي affinity but not intrinsic activity بس ما يصير activity للنيكوتينيك ريسبتر اللي هي antagonist. they are
quaternary nitrogen compounds that contain cationic head that acts only on closed sodium channel, no action on already open sodium channel. The cationic head bind to the ionic acetylcholine binding site at alpha subunit of neuromuscular receptor, but cannot bring conformational change, and sodium channels remains closed. No end plate potential generation, no end plate, the coronal muscle plate, يعني الدياجرام الأول حتى أنت من أول واحد تفتهمون إيش عايصير. Potential generation in nerve ending, muscle action potential decrease, action can be overcome by increased acetylcholine concentration or blocking of acetylcholine esterase. They also block prejunction acetylcholine receptors on motor nerve ending. Then fed phenomena. اللي هي هذه هاي حتى تفتهموها هذا الدياجرام للشرح السابق الريد الأسيتايلكولين هذا يجي على الهاي بريسينابت وبوستينابت وهذه الشانل اللي هي هوني كلوزد هوني أوبن للصوديوم شانلز أوبن نورمال شانلز كلوزد هوني الأسيتايلكولين يجي الاند بليت اللي هي هاي كلوزد مسدودة بالبيش بال اللي هي نون ديبولارايزينج بلوكرز والصوديوم يرجع ما يدخل ما يطيق يدخل على channel open blocked ليش الأسيتال كولين اللي نون ديبولارايزينج بلوكرز هتشوفون الميكانيزم اوف اكشن ماله يعني يجي الأسيتال كولين هذول الريسبتورز عادة يكون مشغول بلوك الكنالز والصوديوم يرجع ما يقدر انه يعني channel open blocks مسدود فيرجع هاي الميكانيزم اوف اكشن زين دكتورة بس ممكن ترجعين على السلايد اللي قبله ايه نرجع ايش ما نرجع هذا لا القبله دكتورة هوني بالنقطة الأولى إيه؟ منع تقولين إنه عنده affinity يعني تقصدين يقعد على الريسبتر بس ما يشتغل لا affinity انجذاب يعني يجي بالمكان بس ما عنده activity إيه؟ يجي على المكان بس ما عنده activity زين يعني يعمل يعني راح يقعد على الريسبتر ايه بس ما عنده اي activity ايه ما شفتينه بالدياجرام موجود بس ما عنده activity زين ليش هو يقول لكي مثلا inhibition او blockers او antagonism عندك antagonist ما عنده يعني activation زين ايش يعمل لانه هو اصلا يعمل كلوز للكنال فما يدخل الـ يعني كلوزد صوديوم شانلز زين تمام واضح هتشوفين وينه الافينيتي فهو يجي هاي الافينيتي يعني يجي على المكان عنده يعني جاذبيه او قابليه للوصول الى هذا المكان فيجي الأسيتال كولين يشوف المكان أشبينه مشغول يعني ما فارغ أنه يندمج حتى يفتح الشانل فهو الديبولار هذا النون ديبولارايزينج بلوكرز يسد المكان زين effect of non depolarizing blockers low dose competitive antagonist of acetylcholine action reversed by acetylcholine cholesterase cholesterase inhibitors a large dose ion channel is blocked more weakness of neuromuscular transmission action could not be reversed by acetylcholine esterase inhibitors well other action can block هاي الاكشن ماله the effect on non depolarizing blockers هاي الاكشن ماله باللو دوز وباللارج دوز وبالاذر وعنده اذر اكشن اللي كان بلوك بري جنكشنال صوديوم شانلز اند انترفير وذ موبيلايزيشن اوف اسيتايلكولين ات نيرف اندينج هاي كلها الميكانيزم اوف اكشن ماله نون ديبولارايزنج دراج دي تيوبوكيوراري فيرست ايجنت تو اندرجو كلينيكال انفستيجيشن purified curare gondodenedrone
هذه هاي بأول جروب بأول ثاني سلايد ذكرت تومين توسيوم اللي الإفكتيف دوز يساوي 0.5 ميلي جرام لكل كيلوغرام واندرغوز مينيمال ميتابوليزم إز إكسكريتد 10% in urine و 45% in bile. Excretion impaired in renal failure. ليش؟ ليش excretion impaired in renal failure؟ هسه نفسها ذكرناها البيشنات اللي عندهم دكتورة اللي يعني يسوي excretion بالكدني. عافية. هذا النوع من الأدوية يسوي excretion بالكدني. عافية. بالضبط. الكارديوفاسكولار سيستم افكتس هايبوتنشن فريكوينتلي ايفن ات دوز يعني الافكتيف دوز هيستامين ريليز سكين فلاشينج فريكوينتلي الاوتونوميك جانجليان بلوكت مانيفست از هايبوتنشن كلينيكال يوز لونج ديوريشن اوف اكشن 60 تو 120 مينيتس اند كارديوفاسكولار سيستم افكت ريستراكتد از يوز از بري اكيورايزيشن زيشن فإذا يعني عادة هذا يعني الكلينيكال يوز معلوم نون ديبولارايزنج دراج كالاماين ليس بوتين ذان كيورير تيكي كارديا اللي هذه اللي مختصر لكل دواء دي تيوبيكيورارين 1 تو 2 اورز ديوريشن اوف اكشن هيستامين ريليز برونكوسبازم هايبوتنشن blocks autonomic ganglion hypotension و اترك كيورين rapid recovery و save in hepatic and renal impairment و spontaneous inactivation to loud nausea اللي هي السيجر ميفاكيورين metabolized by pseudocholinesterase و fast onset and short duration penicurinium long duration of action or tachycardia or vecurinum intermediate duration of action fewer side effect no histamine release no ganglionic block no antimuscarinic action هاي كل دواء ويعني البروبرتيز ماله difference between the competitive and depolarizing muscle blockers هذا يعني نفسه مختصر للي يعني precede information about this group of the drug البارامتر هذه مثلا البلوك تايب competitive أشني هو عمله competitive blocked depolarizing اللي هذا السكسنال كولين هذا depolarizing هاي نيو أوستيو جيمين أديشن اللي هي أنجيو انجيوتي لا انتاغونيزم وبوتنشيشن زين فهاي تطلعون عليها نفس المعلومات السابقه بس مراجعه زين والميكانيزم اوف اكشن مالن اوني بس مو مجرد مراجعه اذر اكشن اوف نيوروموسكولار بلوكرز اوتونوميك جانجليا بارشيال بلوكت اوف جانجليا لنيوروموسكولار تايب اوف ريسبتر result in full in blood pressure and tachycardia. Histamine release, hypotension, bronchospasm, excess bronchial and salivary secretion, cardiovascular, اللي هي full in blood pressure due to ganglion blocked, histamine release and reduced venous return. Succinylcholine may cause cardiac arrhythmias. GIT, paralytic, ileus. Pharmacokinetic of neuromuscular blockers. ما هي الهم نفسه الاكشن الميكانيزم of action ماله. Polar quaternary compound not absorbed orally, do not cross cell membrane, blood brain barrier or placenta barrier. Low volume of distribution always given intravenously or rarely intramuscularly. Muscle with high blood flow affect earlier redistribution to non-muscular tissue occur and action may persist long than half-life. Drugs metabolize in plasma, liver, DTC and panicuronium 60 to 120 minutes.
succinylcholine, succinyl monocholine, بعدين succinyl acid and choline بالبلازما كولينستيريز 3 to 5 minutes. هاي الـ الـ يعني الميكانيزم اوف اكشن بالهيومن بودي للنيوروماسكولار بلوكرز. In some generally determine abnormally and deficient pseudocholinesterase وأش يؤدي إلى الparalysis and apnea. هذه الميكانيزم الفارموكوكينيتيك. الفارموكو مختصر الفارموكينيتيك of the neuromusculars neuromuscular blockers. زين directly acting relaxant. هذا الوحيد اللي دانترولين اللي هو يعمل دايركت يعني ما يروح على ريسبترات وما ريسبترات وهاي الأمور. Directly acting relaxant. Different from neuromuscular blocker. No action on neuromuscular transmission. Mechanism of action. Rhinodine receptor اللي هو calcium channel. Prevent depolarization. No intracellular release of calcium. هذا مباشر يشتغل direct. Absorbed orally. And penetrate brain and produce sedation, metabolized in the liver, excreted in kidney. اللي T-half life ماله اللي 8 to 12 hours dose 25 to 100 milligram four times daily. Uses upper motor neuron disorder, paraplegia, hemiplegia, cerebral palsy, and malignant hyperthyremia. Drug of choice. 2.5 to 4 milligram لكل كيلوغرام. Adverse effects, sedation, alasia, light headness, muscular weakness, diarrhea, and hepatotoxicity. هذا الدرج مهم. ليش؟ لأنه يشتغل directly acting relaxant. وهو أعتقد هو هذا الدرج الموجود حاليا. وهاي الميكانيزم ماله. زين؟ واليوزز بس أهم شيء أنتم تعرفون ويصب ليوزز upper motor neuron disorder اللي هي paraplegia. أش معناتها paraplegia؟ من يعرف وهيميبليجيا؟ من يعرف الparaplegia أشني والهيميبليجيا وcerebral palsy and malignant hyperthyremia؟ من يعرف هاي الparaplegia أشني والهيميبليجيا؟ ما كان وردت عليكم هاي المصطلحات؟ الشلل النصفي إما نصه يعني من يجيكم البيشنت بس عنده paralysis deep of the body يعني الـ half of the body أو الهيميبليجيا إما الـ upper أو الـ lower part of the body. السلام عليكم طلاب. وعليكم السلام ورحمة الله. نرجع نكمل. نرجع على هذا السلايد، سلايد مهم راح نشرحه بالتفصيل. عندنا الدايركت اكت دايركتلي اكتنج ريكس ريلاكسنت. زين اللي هي الدرج الوحيد بينه اللي هي دانترولين. دانترولين different from neuromuscular blockers. هذا ما يشتغل على neuromuscular blockers، ما مثل الباقي ما يشتغل. هو ايش قلنا يعني skeletal muscle relaxant. الشغل الرئيسي ويصبي ويصب ماله ويصب الشغل الرئيسي ماله على neuromuscular junction. عفية neuromuscular junction. هذا الدانترولين الوحيد هذا مهم. انتبهوا الدانترولين طبعا اللي أقول مهم يعني مهم زين حتى تنتبهوا له وتركزون علينه. الدانترولين هو يختلف عن الباقي السكيليتال مصل ريلاكسان. ليش؟ لأنه ما يشتغل بالنيوروموسكولار جنكشن. زين فهو different from neuromuscular muscular blockers. No action on neuromuscular transmission. Mechanism of action. ما هو الميكانيزم of action ماله؟ رينودين receptors. ما هو الرينودين receptors؟ ما هو الرين؟ منو أحد كن سمع بينه الرينودين receptors؟
هذا المصطلح لو أول مرة يجي عليكم أو تسمعوا بينه؟ الراينودين ريسبترز. ما هو الراينودين ريسبترز؟ ما هو الراينودين ريسبترز؟ منه ما حد يعرف؟ منه معي 30. ما هو الراينودين ريسبترز؟ الراينودين ريسبترز هو ريسبترز موجود بال هيومن بودي سيلز، مسؤول عن ايش؟ كالسيوم شانلز. هو مسؤول عن الكالسيوم، هو عبارة عن كانلز للكالسيوم. prevent depolarizing no intracellular release of calcium. هذا عبارة عن receptors موجود بالانيمالز كانلز، مسؤول عن الكالسيوم ريليز. وعادة من أكو بالموضوع كالسيوم، إذا أشكو الكونتراكشن of the muscle. أشقلنا البيس لاين لازم تعرفوها أنه موجود، هي الكالسيوم له دور مهم بالكونتراكشن مصل. فإذا هذه الكنالز هي الراينودين ريسبترز اللي عبارة عن كالسيوم شانلز، prevent depolarizing no intracellular release of channels. زين، هذه الميكانيزم of action ماله. absorbed orally penetrate brain and produce sedation. من وصل لبرين اللي عدى لبرين blood brain barrier، اذا produce sedation. metabolize in liver excreted in kidney. ال time ال half time ماله ال mechanism of action 8 to 12 hours. ال dose 25 to 100 milligram 4 time daily. ال uses اشني هو استعمالاته؟ ال upper motor neuron disorder اللي هي مأشني الباراابليجيا اللي هي الشلل النصفي، إما النصف اليمين أو النصف اليسار، أو الهيميبليجيا إما النصف الأعلى أو النصف الأسفل من الجسم. cerebral palsy and malignant hyperthyremia. drug of choice 2.5 إلى 4 ملغرام لكل كيلوغرام. الأدفيرس إفكت ماله؟ ما دام يروح على البلد برين بارير، إذن عنده سيديشن ماليزيا أماليز ولايت هايدنس هيدنس ومسكولر ويكنس تاريا and هايبو هيباتو توكسيسيتي. أكو أحد عنده سؤال على هذا الدرج؟ أكو أحد عنده سؤال على هذا الدرج؟ دكتورة، هو يحفز إفراز الكالسيوم لو يوقفه؟ يعني إذا هذا الريسبتر أيه؟ يعني إذا انشغل هل هو راح يوقف إفراز الكالسيوم أم يحفزه؟ زين، إذا الكالسيوم موجود إيش يصير؟ إيش يصير؟ أشقلنا الكالسيوم إيش يعمل؟ كونتراكشن بالمصدر. عفية الكونتراكشن. فإذا الكالسيوم قليل أو ما يعني أشون يعمل له إنهيبيشن أو بلوك للعمل ماله أو ما موجود، ما يعمل له أشون، ما يكون موجود بالمصل، إيش يصير؟ إيش يصير؟ no relaxant. prevent depolarize prevent no. الدكتور أنا إيش قصدي؟ يعني أنا ما قصدي على الدواء بحد ذاته، قصدي على الريسبتر بحد ذاته. هو الريسبتر هو بالحالة العادية. إيه؟ يعني بالحالة عادي، يعني بالحالة الاعتيادية الكالسيوم يدخل على الخلية. زين، بس هو ايش يعمل له؟ prevent depolarize no intracellular release of calcium. يمنع وجوده بالكالسيوم، تحرره بالخلية، يمنع تحرره بالخلية intracellular release of calcium. يعني ما موجود الكالسيوم، الكالسيوم قليل. فمن الكالسيوم قليل لان هو يمنع تحرره بالخلية، يعني يمنعه من انه يكون متواجد داخل الخلية. زين، فايش يعمل إذا الكالسيوم ما موجود؟ إيش يصير؟ مصل ريلاكسات. زين؟ إيه. مفهوم؟ أي سؤال على السلايدات القبلة نعيد شرحها؟ ما افتهمتم نرجع له؟ أي سلايد ما افتهمتم ونرجع له؟ بس هو بينه يعني بيسكلي الميكانيزم أوف أكشن تفتهمونه، الديبولارايزينج والنون ديبولارايزينج والأذرز، وهذا اللي دايركت أكتينج ريلاكسانت. زين دكتور، اسمحي لي عندي سؤال. ايه، اكو سلايد عنوانه effect of non-depolarizing blockers.
اللي حكينا بيها على low dose واللارج دوز. إيه دقيقة سنرجع له. إيه هذا؟ إيه هذا؟ إيه نشرحون آخر شيء عندنا الأذر أكشن. إيه يعني إحنا بالفصل الأول من درسنا من يصير عندنا بلوكينج للبري جانجليونينج ريسبتر راح يزيد من إفراز الأسيتايل كولين. إيه فيعني غير هذا الشيء نفسه يطبق على الصوديوم كانال، ليش هون يكون صعب العكس؟ كان بلوك بري جنكشنال، يعني تقصدين هاي الأذر أكشن تقصدين؟ نعم دكتور. لكن إيه دكتورة هو عاد أحكي على هذا الأذر أكشن. هي كان بلوك بري جنكشنال صوديوم شانل، يسد الكي البري جنكشنال صوديوم كانال الانترفير ويذ ميتابولايزينج اوف اسيتايل كولين ات نيرف اندينج. تعرفين ايش يصير هسه؟ انت ايش صاعتك انت السؤال اللي سالتينه يصير بلوك بيش؟ بلوك بيش بالاسيتايل كولين ريسبتور الاسيتايل البري بري جانجليونيك يصير بينه بلوك. زين الأسيتال كولين وين يبقى بهاي الحالة الدكتورة؟ هوني أشي يصير يعني من يصير بلوك للبري جانجليونيك ريسبتر راح يظل ينفرز الأسيتال كولين. أعرف وين صبي يتجمع؟ يجمع بالمنطقة البري سينابتيك اريا بالكليفت اللي بين البري وبين البوست. ما بالضبط. ايه بالضبط. إيه يتجمع هناك. زين بعدين ايش يصير بينه؟ انت ما كنا اخذتم بالفسلجه، بعدين ايش يصير بينه؟ يرجع يصير بينه ميتابولايز، يعني يروح الاكتيفيتي مال وتروح. زين الاكتيفيتي مال وتروح. تمام يصير بينه ميتابولايز يعني with mobilization of أسيتايل كولين at nerve ending. أنتم لو أسبعث الكمو على الجروب المخطط اللي بعد ما يتجمع الأسيتايل كولين بالكليفت أشي يصير بينه؟ خلينا نغش عنه أنا مخطط حتى أشرح لكم هو. لا ما أكون إن شاء الله. أبعث لكم هو حتى تشوفون، بس دا شوف دقيقة بالسلايدات حتى بلكي عندي سلايد حتى أشرح لكم علينه نرجع له. بريسينابت يعني تقصدين دحقي، تعرفين هذا يعني هو ما يعني صراحة هذه، بس أنا كتقريب للفكرة يعني هو يبقى بهذا المكان. زين يبقى لا هو بالبري سينابتك ولا بالبوست سينابتك، يتجمع هوني. زين الريسبتر يصير بينه بلوك، فهذا ينفرز ينفرز ينفرز. هاي كمثال، ها ما هو المخطط نفسه، راح أبعث لكم المخطط إن شاء الله. بس أشني بعد ما ينفرز يتجمع بهذه الكليفت يرجع اكو another way in this place، يعني عنده غير مكان يروح يصير mechanism of action او يصير بينه metabolism ويرجع يصير بينه يرجع على 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 يعني the blood circulation، يعني ما يبقى بالمكان. هتشوفين شلون يتجمع بس يرجع يصير بينه metabolism. راح ابعث لكم diagram بهذا الموضوع. زين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا دكتورة. دللي. وراح ابعث لكم بالمناسبة هم فيديوهات يعني تقريبية لل يعني لهذا الشرح، حتى مو مطلوبة من عندكم، انا ارجع كم مرة عيد انطيكم فيديوهات دقيقتين او ثلاثة حتى تتوصل عندكم هاي الفكرة. يعني انتم من تقرون انتم عندكم فكرة اساسية انه مفتهميها، بس هذه تزيد لكم الفهم للمحاضرة. زين لأنه يعني ما دايركت والمحاضرة خاصة العملي أونلاين، فنحن المفروض نشرح الكمية دايركت. زين حتى تفتهموها، ما يصير أي يعني التباس بالفهم. زين هذا عدنا اللي هو الدايركت اللي شرحناه بهذا السلايد، هذا اللي دايركتلي أكتينج ريلاكسنت. زين هذا الدايجرام ماله، هذا الدايجرام ماله اللي هو هذا الكنال، هذا هتشوفون هذا الريسبتر اللي هو هذا الريسبتر اللي شرحنا عنه اللي هو عبارة عن ريسبتر للكالسيوم. ايش عايصير بالكالسيوم؟
حيخرج بالريلاكسيشن حتشوفون شكو؟ هذا سؤالك. إيمان منه ما ظهر لي الاسم ما انتبه. إيمان هذا عالترشعين من يخرج الكالسيوم أش يصير؟ حتشوفين أش يصير؟ ريلاكسيشن. زين؟ اللي هو الشرح مال سلايد البعده. وهذه الكالسيوم من يكون موجود الأكشن بوتنشيال بعدين ترجع تنزل. زين؟ فهذا الريسبتر اللي هو راينودين ريسبتر. راينودين ريسبتر. زين؟ أي سؤال؟ أي استفسار؟ أي سؤال آخر؟ أي سؤال طلاب؟ أي سؤال؟ سلايد ما افتهمتم ونرجع له؟ زين؟ أشوف الحضور مالكم. سؤال طلاب؟ طلاب أي سؤال؟ ماكو سؤال؟ يمكن بس أنا وإيمان بالمحاضرة ماكو أي؟ لا دكتورة واضحة. ها يلا خير إن شاء الله. أعتقد بعد الأدوية هكذا حالنا ما داخل غاسنا من الأدوية. إيه والله دكتورة ما هاي خليل علينا.